إنه المقاتل الأقوى في الفضاء كله. إنه بطل الأسطورة من شعب الساينز. سيحطم أنفك ويضع حدا لغرورك. استعد لتلقى حتفك. بيجيتا، ألم أخبرك يا بيجيتا؟ إنني أكره المزاح السخيف وأعاقب عليه. بيجيتا، لما فعلت هذا؟ فبيجيتا في وضع لا يقوى فيه على القتال. كان عليك أن تشفق عليه بدلا من هذا. إن بطل الساينز أسطورة سخيفة لا غير، وأنا أكره من يمتدح غيره ولا يقوى على فعل شيء. هل هذا واضح يا جوجو؟ كاكاروت بيجيتا، ألا تزال تقول تلك الأشياء السخيفة عن الشفقة يا كاكاروت؟ أما تعلمت من الماضي؟ كن قاسي القلب. لو أنك تخلصت من هذه الشفقة التي لديك، مؤكد أنك ستصبح بطل الساينز المذهل في أحد الأيام. لا يمكنني أن أراك على هذه الحال يا بيجيتا وأتابع القتال من غير أن أفعل أي شيء. ثم إنني لا أعرف شيئا عن البطل الساينزي الذي تتحدث عنه. بطل الأسطورة، إنه أقوى مقاتل من... اهدأ ولا تتكلم، فأنت تفقد الدم بسرعة عندما تفعل هذا. انظرا إلى هذه يا ساربون ودودوريا، أليست ألعابا نارية جميلة للاحتفال بقضائنا عليهم والسيطرة على كوكبهم؟ أصغي إلي جيدا يا كاكاروت. إن كوكبنا دمر، ولكن ليس السبب هو النزاعات التي كانت بيننا، وليس بسبب نيزك اصطدم به فدمره. دعني أخبرك بحقيقة ما حدث. لقد كنا نحن شعب الساينز، يد فريزر التي يعتمد عليها ويبطش ويفتك بها. كنا ننفذ كل أوامره، لكنه غدر بنا في نهاية المطاف وقضى على جميع أفراد شعبنا الذين كانوا على الكوكب. لقد قتل والدي ووالدك أيضا، لأنه كان يخشى ظهور بطل الأسطورة المذهل الذي يظهر من شعب السنس ويخلص العالم من شره. هذا كله هراء.